مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بهارات الفاهيتا. عنا ملعقة صغيرة حر ناعم، ملعقة صغيرة بودرة الثوم، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة اوريجانو مرداكوش، وملعقة صغيرة كمون ناعم. بحطهم بهيدا الشكل على ورقة. بعمل الورقة بهذه الطريقة كيف. هلأ بحطهم بالمرتبان. نسكر المرتبان أكيد ونخلطهم مع بعض. شفتوا كيف؟ هذا بهار الفاهيتا اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته طريقة أم لا، وإن شاء الله بنشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.